عباس محكوم عليه بالإعدام رغم أنه هو طفل وفقا لقانون الطفل عمره لحظة ارتكاب الجريمة 15 سنة. فبيبقى التزام الدولة بدعم من اليونيسيف أو بالتكنيكال سبورت من اليونيسيف إنه يعملوا موائمة لقوانين الداخلية مع المعايير التي توضعت في هذه الاتفاقية. صدرت الوثيقة الدستورية الجديدة وكان فيها نص واضح جدا على انه عدم جواز الحكم بإعدام الأطفال الأشخاص اللي بتقل أعمارهم عن 18 سنة. قدمنا طلب مراجعة للمحكمة الدستورية وبرضو المحكمة الدستورية أصرت على انه ترفض طلب المراجعة. العنف نفسه بين الأطفال بين الأطفال والأطفال والأقران يعني بكل أسف في تنامي كبير جدا جدا، ممكن لتراكمات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية والصراعات المسلحة في البلد، عقوبات البدنية الغاسية زي الإعدام مثلا بالنسبة للأطفال إنها أصبحت من التاريخ إن شاء الله ما حتكرر تاني. في حالات طبعا معلومة لدى الكافة، حالات مجموعة من الأطفال 5 أطفال تقريبا تم الحكم عليهم يعني مسبقا قبل القانون بالإعدام وتجاوزوا كل مراحل التقاضي وأيضا ظل وضعهم قائم بأنهم يتم إعدامهم. حقيقة نحن بنتطلع وبنعمل مع أولياء الدم ومع الضحايا بحيث انه يعني نمشي في اتجاه العفو والتسوية او الدية او ما كل ما هو ممكن يعني بحيث انه نسوي المسألة ما بين الضحايا واولياء الدم والاطفال الحاليا مواشين عقوبة الاعدام.